اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. النهارده معانا نجم كبير على مستوى النقد الرياضي، على مستوى كمان التحليل الفني، دايما بيشرفنا في طبعا المحترف قناه النادي الاهلي. بنرحب بنجمنا محمد الباز، هيكون النهارده ضيفنا في المحترف. محمد مساء الفل. مساء الفل يا كابتن هاني، اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد كله لله. كله تمام. مساء الفل وتحياتي لحضرتك جمهور النادي الاهلي. حبيبي محمد، عايزين نخش على طول على الشغل الشاغل طبعا لكل الجماهير المصريه. كنا بنتابع طبعا دوري الابطال. قبل ما نخش في تفاصيل دوري الابطال والمجموعات والفرق، كان وانت بتتفرج على الماتش وشفت صلاح بينزل تقريبا في الدقيقه 70 وبيعمل هاتريك وبيكسر رقم او ريكورد اعتقد صعب جدا اي لاعب في العالم ممكن يحققه قريب على المستوى يعني القريب، كان احساسك ايه وانت بتتفرج على ده وانجاز كبير لنجمنا الكبير محمد صلاح؟ طبعا محمد صلاح هيفضل بقيمته، محمد صلاح انجاز كبير جدا، ولكن للامانه كابتناني معظم الناس ومعظم المصريين توقعوا بنزول محمد صلاح يعني المستوى مش هيكون اللي هو، يعني محمد صلاح دايما ما تعودنا عليه ان هو بيبدا اللقاءات بيبدا دايما مركز ان هو يقعد على الدكه لحد الدقيقه 68 او تقريبا زي ما حضرتك قلت 70، لا يعني فتره طويله جدا ينزل يحقق انجاز لنفسه يكتب ارقام في التاريخ. محمد صلاح تقريبا دلوقتي كل ما يحرز اهداف في تشامبيونز ليج او حتى في البريمير ليج بتسجل ارقام قياسيه جديده في التاريخ. انجاز عظيم، كلنا كنا سعداء جدا مبسوطين جدا بالهاتريك، يعني اسرع هاتريك في تاريخ البطوله، حاجه مشرفه رائعه جدا، يعني سبق يعني اسماء كبيره جدا حضرتك قلت في الانترو ليفا وحتى رونالدو، ولكن كان في 11 دقيقه، احنا بنتكلم في 6 دقائق و12 ثانيه، ده يعني انجاز تاريخي، 3 اهداف ورا بعض بدايه لما نزوله من 68 يعني 70 اخر 20 دقيقه صحيح. لا يعني محمد صلاح نزل مركز اثبت للجميع، لا حتى لو انا قاعد دكه هنزل عارف هعمل ايه، عودة قوية جدا، أعتقد دي دفعة قوية جدا للمباراة القادمة أمام المان سيتي. كنا بنقول دي بداية العودة لمحمد صلاح وطبعا لليفربول، فوز كبير جدا، دفعة معنوية كبيرة جدا. أعتقد بالبوزيشن الجديد والتوظيف الصح لمحمد صلاح امبارح مع طبعا الانعكاس القوي جدا لنونيز والشهية بدأت تنفتح فيرمينو. هنتكلم ونفصل المباراة تفصيل يعني فني بشكل كبير محمد، لكن زي ما بنقول دي كان مهمة جدا على مستوى الثقة. محمد صلاح بيعود ثقته لنفسه تاني بشكل كبير جدا، يبقى يمكن تعديل شوية في النواحي الفنية لفريق ليفربول عشان نشوف إمكانيات الحقيقية لمحمد صلاح بشكل كبير جدا. محمد صلاح نموذج يعني مشرف جدا لكل عربي وكل مصري، واحنا فخورين بما يقدمه محمد صلاح. وزي يمكن قلت يعني في اصعب الفترات لليفربول ومحمد صلاح كنا دايما بنقول صلاح راجع، صلاح راجع، وباذن الله تكون الهاتريك التاريخي ليه امبارح تكون ان شاء الله بدايه لعوده جيده جدا لمحمد صلاح وليفربول. يعني بجد شيء يدعو للفخر وشيء يدعو يعني للأمل كمان في الفترة اللي جاية لمحمد صلاح، لأن التحديات كبيرة جدا جدا صدقوني، التحديات بتبقى قوية جدا والناس ما بتحسهاش. اللعيب المحترف في الستيج بتاع محمد صلاح بيكون الضغوط كبيرة جدا عليه، سواء حتى على المستوى الإعلامي هناك يعني الإنجليز ما بيرحموش، سواء لو لعبت ماتش هيرفعوك السماء، لعبت ماتشين مش كويس هينزلوا بيك الأرض. تحديات قوية جدا على مستوى الميديا، على مستوى الجماهير، على المستوى الفني واللي بيمر بيه ليفربول، ولكن لازال محمد صلاح بيحقق أرقام قياسية كبيرة جدا جدا في الدوري الإنجليزي وعلى مستوى بطولة كبيرة زي دوري الأبطال. طبعا وضع نفسه مبدئيا مع هدافين البطولة لحد دلوقتي مع ليفا وهالاند بخمس أهداف، أصبح واحد من هدافين البطولة في دور المجموعات حتى الآن. وضع نفسه طبعا بأفضل هداف لنادي إنجليزي ب 38 هدف، وضع نفسه بأفضل هداف أفريقي ب 45 هدف، أرقام قياسية. يمكن ديت لسه عليها شوية جدل، الأرقام بالنسبة على مستوى اللعيب الأفريقي لسه شوية صحيح. ما تأكدناش منها. لكن قبل ما نشوف يا محمد نتائج الجولة الرابعة، كنت دايما بقول إن الجولة الرابعة بتبين شكل المجموعة بشكل أو بآخر، بتبقى يعني دور حاسم جدا الجولة الرابعة بالذات في دور الأبطال. إجماليا شفت الجولة الرابعة إزاي بمفاجآتها بالحاجات اللي أنت شفتها وكنت مفاجأ بيها في مباريات الثلاث والأربعة؟
طبعا يعني في مفاجآت كبيره جدا، اهمهم نابولي يعني على سبيل المثال، الفريق اللي حسم واكد صعوده للمرحله القادمه طبعا يعني ب 12 نقطه العلامه الكامله. عندنا كلوب روج طبعا من اهم الفرق دلوقتي، فريق تقيل جدا بقى، بدا يكون اصبح منافس شرس امام الفرق الاوروبيه الكبيره جدا. دول من اهم الفرقتين من المفاجآت الكبيره. تعالى انا ولكن كابتن هاني طبعا المان سيتي بيلعب تحت يعني بهدوء، ما صحيح. كانش فيه ضغوطات عاليه عليه في المباراه دوت، حب ان هو يريح طبعا هالاند، يريح العناصر الاساسيه عنده. وده كان مهمة. قاله بيب، يمكن قال ان هالاند مش هيلعب كل المباريات لازم، وده ذكاء كمان من المدير طبعا. الفني هو عارف بالظبط ان هالاند طبعا لا غنى عنه، ولكن بيجي وقت من الاوقات لازم يريح شويه على المستوى البدني المستوى الذهني، فهو اختار مباراة كوبنهاجن. هو تقريبا حسم الامور بشكل رسمي، وبالتالي طبعا كان عدم وجود هالاند طبيعي ولوجيك يعني. صحيح. طيب خلينا نروح للمباراة، مباراة ليفربول ورينجرز. نتيجة كبيرة قوي 7-1، كانت غير متوقعة. ليه غير متوقعة؟ نتيجة اداء ليفربول في البريمير ليج. شايف ازاي الوشين دول؟ يعني وجه ليفربول على مستوى البريمير ليج اداء سيء جدا ونتائج مخيبه للامال، على الجانب الاخر سباعيه امام الكلاسيك، ماتش كلاسيك ما بين طبعا رينجرز وما بين ليفربول. صحيح، يعني ماتش امبارح كان ماتش اكثر من رائع. طبعا بدايه التهديف كانت من رينجرز، طبعا بدا ان هو يحرج ليفربول لبعض الدقائق، العوده الكبيره جدا بسبع اهداف متتاليه، بدايه اكثر من رائعه قويه جدا بتعود بها الروح مره اخرى لليفربول. على العكس زي ما حضرتك قلت، يعني اول سبع او ثمان جولات في البريمير ليج بيفكرونا بموسم 2014 2015، كانت بدايه ايضا سيئه، خساره طبعا من المان سيتي، خساره من استون فيلا، كان تعادلات كثيره. نفس الكلام كان انهى السبع او ثمان جولات الاولى بثمان او عشر نقاط نفس الشكل، ولكن نهايه 2014 2015 انهى ليفربول الدوري في المركز السادس. هذا العام انا اعتقد لسه بدري، لسه ليفربول هيعيد حساباته تاني اعتقد مع التوظيف الصحيح للاعبين. خلينا نتكلم على التوظيف الصحيح، وكمان نتكلم على الحاله الفنيه. شفت المباراه فنيا ازاي، خاصه يعني لليفربول واداء يورجن كلوب في هذه المباراه. لكن تعالوا مع حضراتكم نشوف تقرير عن الجوله الرابعه من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. اختتمت مساء أمس مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وشهدت نتائج لافتة في مواجهات حمل بعضها صبغة المباريات النهائية بين كبار أوروبا. البداية من المجموعة الأولى، حيث حجز نابولي مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على أياكس بأربعة أهداف لهدفين. وفي لقاء آخر أمطر ليفربول شباك مضيف رينجرز الإسكتلندي بسبعة أهداف لهدف في مباراة شهدت هاتريك تاريخي لنجمنا المصري محمد صلاح. وفي المجموعة الثانية نجح كلاب بروج البلجيكي في الصعود إلى ثمن النهائي بعد تعادله السلبي إيابا مع أتلتيكو مدريد ليتصدر المجموعة بعشر نقاط. وفي مباراة أخرى فاز بورتو على بايرن ليفركوزن بثلاثية بيضاء. أما في المجموعة الثالثة ففشل برشلونة في الفوز على ضيفها الإنتر لتنتهي المباراة بواقع ثلاثة أهداف لكل منهما. ويقترب الفريق الإيطالي من التأهل إلى ثمن النهائي رفقة العملاق البافاري بايرن ميونخ الذي حسم تأهله إلى ثمن النهائي عقب فوزه على فيكتوريا بلزن التشيكي بأربعة أهداف لهدفين. توتنهام الإنجليزي عاد من بعيد وحقق فوزا صعبا على أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-2 في المجموعة الرابعة، التي شهدت أيضا فوز مارسيليا على سبورتينج لشبونة بثنائية نظيفة. وفي المجموعة الخامسة فاز تشيلسي على ميلان بهدفين دون مقابل، كما تعادل دينامو زغرب مع سالزبورغ بهدف لمثله. وإلى المجموعة السادسة، حيث حجز ريال مدريد حامل اللقب مقعده في الدور ثمن النهائي بتعادله بهدف لمثله مع شختار دونيتسك، وتغلب لايبزيغ الألماني على سلتيك الإسكتلندي بهدفين دون رد. أما في المجموعة السابعة فنجح مانشستر سيتي بدوره في العبور إلى ثمن النهائي بالرغم من تعادله السلبي أمام كوبنهاجن، وتعادل بروسيا دورتموند مع إشبيلية بهدف لمثله.
وأخيرا في المجموعة الثامنة تعادل باريس سان جيرمان مع ضيف بنفيكا بهدف لمثله ليواصل التحليق معا في صدارة المجموعة، ولا عزاء ليوفنتوس. طبعا تقرير بيوضح قد ايه كانت المنافسه شديده جدا في الجوله الرابعه. محمد خلينا ناخد بالترتيب كده الجوله الاولى ومباراه ليفربول اللي فاز فيها 7 على رينجرز، كانت مباراه مهمه ليوجن كلوب طبعا ورفاقه، رغم ان هو بدا بتشكيل مختلف عن البريمير ليج، لكن شفت ده ازاي وشفت فنيا تالق محمد صلاح في اخر 20 دقيقه من المباراه واحرازه وهاتريك، شفت ازاي ليفربول في المباراه دي؟ طبعا يعني اصبح دلوقتي زي ما احنا بنقول يورجن كلوب عرف ان هو يحط ايده على المشاكل الفنيه اللي كان دايما بيعاني منها في البريمير ليج، توظيف اللاعبين في الاماكن الصحيحه، توظيف محمد صلاح في الاماكن الصحيحه، ازاي ان انا طبعا شفنا هندرسون ازاي بدا ان هو فعلا يخش في الاجواء، ان هو يعمل التغطيات العكسيه، ان هو يبدا ان هو يحمي المساحات الفاضيه الكبيره جدا اللي كنا بنشوفها، والتركيز بقى والتمركز في الدفاع، لا اللينك حصل تاني ما بين الخط الدفاع والنص والخط الهجوم، محمد صلاح اصبح عنده الحريه بعد نزوله. عايزين نقول بقى فيرمينو والتالق الكبير يعني الذهب الذي لا يصدأ، فيرمينو ما زال موجود يعني مساهمات كبيره جدا، بنتكلم في 12 مساهمه هذا الموسم، يعني عندك 8 اهداف و4 اسيست، ارقام على فكره بتعتبر مفاجاه لناس كتير، يمكن بعد قدوم نانيز واختفاء شويه فيرمينو بيرجع تاني وبيسجل اهداف وبيعمل اسيست وارقام مميزه. صحيح. يعني للاعب الناس افتقرت في فتره من الفترات ان هو خلاص الموضوع بالنسبه له انتهى مع ليفربول. صحيح، يعني هو هداف الفريق في البريمير ليج بالمناسبه. صحيح. بالمناسبه 6 اهداف، بنتكلم في 12 مساهمه، لا ارقامه بتقول لا انا لسه موجود فيرمينو، وخاصه عوده فيرمينو والتهديف وان هو يظهر بشكل رائع جدا بيفتح الشهيه عند طبعا خط الهجوم كله، حتى دياز يعني رغم الاصابه او قبل الاصابه برضه مصنف يعني من افضل الهدافين يعني باربع مساهمات حتى الان، نونيز بدا تدريجيا يخش في الاجواء، اعتقد محتاج بعض الهدوء، محتاج طبعا ان هو يبقى فيه اللينك الصحيح ما بينهم، الترابط ما بينهم في خط الهجوم، طبعا دايما كنا بنشوف فيه جاب ما بينهم، يعني بعض الاوقات لما محمد صلاح كان بيلعب ككرييتور وده بيفقد طبعا شهيته او فرصه التهديفيه بشكل كبير جدا، ده اللي شفناه في الفتره الاخيره اثر على محمد صلاح في وضعه طبعا من ناحيه التهديفيه، حتى من ناحيه الاسيست لسه ما كانش فيه طبعا البيرنج زي ما بيقولوا ما بينهم، يعني لسه نونيز يعني عنصر جديد لسه ما دخلش في الاجواء بشكل كبير. نونيز في التصريحات الاخيره ليه قال لك انا اللغه هو العائق، يعني عندما لما كان بيحضر محاضرات مع يورجن كلوب ما كانش بيفهم معظم الشرح والافكار التكتيكيه بسبب عامل اللغه، فاعتقد ده كويس جدا ان احنا نبقى عارفين المشاكل فين يبدا يشتغلوا عليها. يورجن كلوب وظف محمد صلاح حتى في تصريحه امبارح بعد المباراه، كابتن هاني قال بكل وضوح وضعنا محمد صلاح في المكان الصحيح، خلاص محمد صلاح شفناه امبارح هو ده محمد صلاح، هو ده الانسايدر، هو ده اللي بيخش ويقطع ويسدد برجله الشمال وتروح، يعني خلاص هو ده رجع تاني للترس اللي كان دايما متحرك بشكل اوتوماتيكي. الترس اللي انت بتتكلم عليه وكان مهم جدا الفوز بنتيجه كبيره، هل ده كمان ينعكس يعني على المباراه اللي جايه امام المان سيتي؟ يعني هو مهم جدا انك يكون عندك معنويات عاليه قبل هذه المباراه الكبيره، شايف ازاي تأثير هذه النتيجة ب7-1 في دور الأبطال وانعكاسها على مباراة كل الناس بتقول مباراة القمة على مستوى الكرة العالمية والكرة الإنجليزية، المان سيتي أمام ليفربول؟ طبعا دفعة قوية، عودة الروح، عودة العناصر الرأسية، عودة محمد صلاح للتهديف، وجود فيرمينو ومساهماته الكبيرة، دخول نونيز في الأجواء، لا طبعا فوز كبير 7-1 رقم كبير جدا أو نتيجة كبيرة جدا هتدي دفعة قوية جدا أمام المان سيتي. دي بروين طلع بتصريح وقال احنا عارفين الأبس أند داونز بتاعت ليفربول، فريق بيعاني بعض المشاكل لهذا الموسم، ولكن سيظل ليفربول هو ليفربول، فريق نعمل له حسابات كبيرة جدا، هنخش المباراة بقوة، عارفين احنا بنلعب خصم عنيد جدا، فضل يعني منافس كبير جدا معانا في الاعوام الماضيه، لولا وجود ليفربول والقوه التنافسيه هو من صنع يعني القوه في الدوري الانجليزي. كابتن هاني ليفربول اعتقد بالفوز الكبير هيبقى دفعه
قويه جدا امام المان سيتي يوم الاحد القادم، هيكون ماتش اكثر من رائع وقوي جدا، واعتقد كلنا منتظرينه بصراحه. صحيح، عارف اخطائه فين، عارف هيلعب ازاي، عارف ازاي يقفل على مفاتيح، وكان الله في عون طبعا فان دايك وماتيب والمجموعه في وجود هالاند والدهي هالاند مع طبعا دي بروين، عندهم مشكله كبيره جدا، غياب دلوقتي طبعا ارنولد للاصابه، غياب دياز للاصابه، هيغيبوا لبعض الاسابيع، ده اكيد يعني هيبدا يورجن كلوب بيعيد حساباته كبدايل ارتكازيه ان هو اكيد فرق. اكيد طبعا. كمان تعالى انا وانت كمان نشوف الفرقتين في هذه المجموعه والمباراه الثانيه ما بين نابولي وامستردام. ونابولي بيفوز، يعني اولا بيفوز شكلا واداء طبعا بنتيجه 2-1، ومفاجاه قد تكون لبعض الناس ان نابولي كسب 4-2، ومفاجاه انه بيعمل هذه النتائج وهذا الاداء حتى على مستوى السيريا صحيح، متصدر السيريا وكمان متصدر هذه المجموعه. شايف نابولي ازاي؟ واكيد كمان اياكس خيبه امل كبيره جدا في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا، ودي المفاجاه بالنسبه لنا في دور المجموعات هي اياكس. على فكره اياكس العام الماضي كان متصدر مجموعته بالعلامه الكامله، وكان هالر احد نجوم وهدافين اياكس امستردام، هو يعني واحد من الهدافين للبطوله. نابولي مع سباليتا كابتن زي ما حضرتك قلت متصدر الدوري الايطالي 23 نقطه، يعني عنده يعني 7 فوز يا كابتن هاني واثنين تعادل ولا خساره حتى الان، حتى في على مستوى او على صعيد الشامبيونز ليج لا خساره، العلامه الكامله، ضمن الصعود نابولي مع سباليتي والفلسفه والقوه، التنظيم الدفاعي على اعلى مستوى طبعا مع الارتدادات والكره الايطاليه اللي دايما بنشوفها، ولكن ازاي العب بدفاع كمنظومه دايما منسقه منتظمه، ده يعرف يلعب في الملعب، بيلعب على المرتده بشكل كويس جدا. انا شفت نابولي بشكل اكثر من رائع من ناحيه ايضا التهديفيه. لو قبل يعني اثناء القرعه وقلنا لك هذه المجموعه قدامك كنت تتوقع ايه؟ رتب لنا كده قبل الفعاليات وقبل الجوله الرابعه كنت تتوقع الترتيب ازاي يا محمد؟ انا كنت اتوقع اياكس في المرتبه الاولى، اياكس وليفربول في المركز الثاني، خاصه شفت ليفربول في البدايه ما كانش يعني بعد الذبذبه اللي احنا شفناها، فكنت شايف نابولي هتيجي في المركز الثالث. ليه؟ لان نابولي من ناحيه الشامبيونز ليج يعني كان هناك لسه يعني شخصيه البطل في البطوله صحيح. الاوروبيه تقيله شويه، على عكس طبعا ميلان، على عكس انتر، يعني دايما متواجدين بشكل كبير جدا في الشامبيونز ليج وليهم طبعا مردود قوي جدا، ودايما يا كابتن هاني بيقدموا نتائج كبيره وبيصعدوا لادوار متقدمه، وشفناهم دايما ميلان مشهور دايما صحيح. موجود في النهايات بشكل كبير جدا، حتى يوفنتوس يعني. اما نابولي مفاجات في المجموعه الاولى كانت مفاجات على المستوى الايجابي والسلبي، على المستوى الايجابي ظهور نابولي بشكل اكثر من رائع تصدر المجموعه، على المستوى السلبي اياكس طبعا تقريبا خرج من هذه المجموعه وكان متصدر المجموعه في الموسم الماضي. كمان عندنا مفاجات لسه كثيره، بعد الفاصل نشوف كمان مفاجاه بطل بلجيكا طبعا كلوب بروج عمل ايه في هذه المجموعه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه طبعا حديثنا مستمر عن دوري ابطال اوروبا والجوله الرابعه منها، لكن لسه مستمرين كمان مع حضراتكم في المحترف في النماذج المصريه ذو الجنسية المزدوجة اللي بيلعبوا في أوروبا. يعني احنا بقالنا تقريبا أكتر من شهر ونص بنقدم نماذج ولعيبة مصريين بيلعبوا في الدوريات الأوروبية سواء على قطاع الشباب أو حتى على قطاع الفريق الأول، ودايما بنقول إن شاء الله نتابع الولاد دول ويكونوا إن شاء الله في المستقبل مصدر سعيد، زي كلنا فرحانين بمحمد صلاح واللي بيأديه محمد صلاح في مشواره الاحترافي الرائع. كمان نفسنا إن هؤلاء اللاعبين الموجودين في أوروبا كمان يكون ليهم أدوار مع المنتخب المصري من خلال التواصل معاهم، ونكسب عناصر جديدة عندها البيزك وعندها الإدوكيشن وعندها الخبرة وعندها الموهبة، إنها ممكن جدا تكون عنصر مهم. ودايما بدي عمر مرموش مثل لذلك، عمر مرموش ما كانش حد يعرفه، ليلى كروش يعني قال لك نجيب الولد دوت ونشوفه. فإحنا هنا في المحترف بنقدم اكتر لغايه دلوقتي اكتر من 15 لعيب مصري بيلعب في الدوريات الاوروبيه. النهارده معانا نموذج مصري اخر بيلعب في الكره ودوله المانيا، نشوف هذا التقرير عن هذا اللاعب ونرجع مع حضرتكم.
لاعب مصري جديد في الكرة الألمانية، ولد صغير لسه عنده 18 19 سنة، بيلعب في مركز وسط الملعب، بيلعب في فيس بادن الألماني، يعني أكاديمية ماينز، أكاديمية مميزة جدا على فكرة. ماينز دوت يمكن كان النادي اللي انطلق منه يوجن كلوب، وكان لعب ليه محمد زيدان في ألمانيا، من الأندية الكويسة اللي بتطلع وعندها اهتمام كبير جدا بقطاع الناشئين، وبتطلع لعيبة على مستوى عالي. مهم كمان ده محمد ان احنا دايما بنعرض، ودايما هنا في المحترف عندنا حمله واسعه جدا، ان شاء الله باذن الله تكون حاجه ايجابيه بنقدمها للكره المصريه عشان نشوف نماذج محترفه وتخدم كمان منتخبنا القومي. طيب نرجع لدوري الابطال المجموعه الثانيه، ومفاجاه كبيره، مفاجاه المجموعه زي ما قلت، يمكن مفاجاه المجموعه الاولى كانت نابولي، نتكلم على كلوب روج مفاجاه هذه المجموعه، وطبعا كان مباراه قويه جدا مع اتلتيكو مدريد، والتعادل 0-0 وضمان كلوب بروج الوصول لدور 16. صحيح، يعني هو تعادل 0-0، ولكن في المباراه الاولى فاز على اتلتيكو ب 2-0، لما بادئ بدايه قويه جدا، حتى فاز على بورتو 4-0 وفاز على ليفركوزن 1-0، عامل نتائج قويه جدا يا كابتن هاني. دايما زي ما كنا بنقول هناك فرق يعني قد تكون يعني في الليفل الثاني بعد الفرق الكبيره، دايما ليها باع في تشامبيونز ليج، دايما بتواصل وتقدم نتائج كويسه وبتتقدم دايما لدور ال 16 ودور الثمانية، وبنشوفهم بشكل كبير. لكن كلوب بروج هذا العام، يعني بورتو على سبيل المثال دايما متواجد، اتلتيكو مدريد دايما متواجد، المفاجاه فعلا كلوب بروج هذا العام، هذه النتائج القويه جدا. المجموعه تبدو متوازنه، يعني ليست بالقويه الناريه كالمجموعات الاخرى، ولكن فرص طبعا. اسم اتلتيكو مدريد، خلينا نتكلم بكل امانه، اتلتيكو مدريد حتى على مستوى الليجا الاسبانيه بعيد تماما عن المنافسه، اداء سيء جدا ونتائج سيئه جدا على في دوري الابطال. ويمكن بعض التقارير، واحنا يمكن من خلال متابعتنا لاتلتيكو مدريد، تفتكر حان الوقت لرحيل سيموني عن الفريق، و هل اللعيبه خلاص عندها نوع من انواع التشبع؟ خلاص سيموني طلع كل اللي عنده بشكل كبير، يعني لازم التغيير الفني يتم بشكل واضح في الاداره الفنيه لاتلتيكو مدريد. لازم، يعني هو عمل عقده نفسيه عند اللعيبه، خلاص شربت وحفظت الفلسفه سيموني، هنفضل كده لاعوام. هو الراجل اعترف انا مش هغير افكاري، انا هكمل بفلسفتي، ولكن خلاص مع التطور السريع لكره القدم والسرعه والكره الشموليه من ناحيه التهديفيه، الناحيه الهجوميه ومن ناحيه الدفاعيه، كره القدم ليست فقط كره دفاعيه يا كابتن هاني. يعني دلوقتي خلاص شفنا الفرق الكبيره عشان توصل لمراحل متقدمه وتحرز القاب وتنافس في الشامبيونز ليج، محتاج ان انت تلعب الكره الشموليه، ده مصطلح لازم ان هو سيموني يعني يتواكب معاه ويتواكب مع الكره الحديثه. اعتقد هو حتى زي ما حضرتك قلت على مستوى الليجا الاسبانيه بيعاني، اعتقد في المركز الرابع. عاوز اقول لحضرتك على مفاجاه كلوب روج حتى على مستوى الدوري المحلي، هو ايضا في المرتبه اعتقد الرابعه والخامسه، في فرق 8 نقاط عن المتصدر، ولكن هذا العام في الشامبيونز ليج زي ما قلنا ظاهره غريبه، يعني فرق في بعض الفرق كده على مستوى الدوري المحلي بعيده خالص، بعيده، وعلى مستوى دوري الابطال بتبقى بتنافس بتنافس وبيتصدر. طيب جبت سيره بورتو، يعني بورتو كمان من الانديه الكبيره، كان بيلعب ليفركوزن، وطبعا الفوز ب 3-0، رغم بدايه بورتو ما كانتش موفقه، ولكن استعاد مره ثانيه قواه ومنافسته على وجوده في دور 16 في دوري الابطال. صحيح، انا اعتقد يعني بشكل كبير هو يعني قد يكون هو المركز الثاني في الجولتين المتبقيتين، وهيصعد اكيد مع كلوب بروج، لان بورتو يعني فريق متماسك، يعني فريق دايما ليه باع في الشامبيونز ليج، بيعرف ان هو ازاي يخطف وان هو يواصل ويتقدم في المراحل المتقدمه. بورتو ظهر بشكل ايضا رائع رغم بعض التعثرات في بدايه المجموعه كابتن هاني، واعتقد ان بورتو هتكون في. طب نشوف برضو ترتيب المجموعه الثانيه عشان كمان نشوف، يعني هل اتلتيكو مدريد ليه امل؟ هل بورتو خلاص ضمن المركز الثاني؟ طبعا مهم جدا، طبعا كلوب بروج طبعا مفاجاه المجموعه وتصدر المجموعه والوصول لدور ال 16 خلاص. بورتو في المركز الثاني بست نقاط، اتلتيكو مدريد 4 نقاط، ليفركوزن 3 نقاط. نفس السؤال هساله لك يا محمد، لو قبل المباريات كنت تتوقع الترتيب كده، وتوقعك كان ايه؟ يعني مين كان هيتصدر المجموعه؟ انا كنت اتوقع بورتو واتلتيكو مدريد،
يعني اول وثاني اول وثاني يعني دايما هما الاثنين لهم خبرات كبيره في الشامبيونز ليج زي ما قلنا، فكانت مفاجاه بالنسبه لي طبعا كلوب بروج هذا العام. طيب نروح للمجموعه الثالثه، الحقيقه مجموعه قويه جدا، مجموعه الموت زي ما بيقولوا عليها، وكان كان في مباراه اعتقد كان من افضل مباريات هذه الجوله، مباراه مثيره جدا خاصه في اخر 10 دقائق من المباراه، كانت ما بين برشلونه والانتر، تعادل 3-3 في ماراثون بالنسبه للاهداف، مباراه مثيره جدا، افضل مباريات الجوله الحقيقه. وشفتها ازاي بالنسبه للانتر؟ كان مهم جدا جدا هذه المباراه ل طبعا وصول الدور 16 بشكل او باخر، ولكن كمان كانت مهمه جدا لبرشلونه، وكان الفوز يعتبر هو الحل الوحيد لبرشلونه للوصول لدور 16. علامات استفهام كبيره جدا على تشافي وعلى الخطه، ودايما احنا عارف هو نقاط الضعف فين. بالنسبه لي الانتر وفلسفه انزاجا كابتن هاني وفرض قوته في الملعب، فريق بيلعب ازاي، بيلعب دفاع منظم جدا، بيلعب على التحولات العكسيه والمرتدات بشكل قوي جدا. لا تشافي على الرغم من المباراه الاولى بينت الفلسفه بتاعه انزاجي، يعني المفروض ان احنا عندنا اخطاء كبرشلونه مع تشافي كبيره جدا من الناحيه الفنيه، ما قدرتش ان انت تتفاداها في المباراه الثانيه. يعني بنتكلم ان انت تلعب حتى مباراه امام البايرن، يمكن كان الناس قالت برشلونه لعب من افضل المباريات، ولكن الشوط الاولاني كان اهدر فرص كثيره جدا امام المرمى. عايز اخد من ديت واطبقه على مباراه امبارح، تالق ليفا واحرازه هدفين في وقت ضيق جدا، اعتقد في خلال 4-5 دقائق يعني بيحرز هدفين. وجود ليفا لغايه دلوقتي على مستوى الليجا ماشي بشكل كويس، على مستوى الشامبيونز ليج لسه. ده نقطه بالنسبه لخط الهجوم وانسجام في خط الهجوم. النقطه المهمه جدا اللي اشارت ليها عديد من يعني الصحف الرياضيه ونقاد الرياضيين على بيكيه لعب المباراه بغياب كوندي المهاجم الفرنسي للاصابه، وواضح جدا ان خلاص بيكيه بقى في مستوى لا يؤهله للعب للمباريات السريعه، المباريات الكبيره. شايف رايك ايه من ليفاندوفسكي وعمليه الانسجام في دوري الابطال، وطبعا بيكيه ويمكن رحيله قريب جدا عن صفوف برشلونه؟ هو خليني اقول ان نقطه الضعف الاساسيه هنا كانت مع بوسكيتس في نص الملعب. ليه؟ انت كتشافي شفت المباراه الاولى انزاجي بيلعب ازاي، بيلعب لو كومباكت، دفاع متاخر، بيلعب كان بيلعب بخمسه ودايما بيلعب على التفوق العددي عليك كمهاجمين، وشفنا الجاب الكبير محمد. صحيح، يعني هو بيلعب تقريبا يعني في وقت من الاوقات بيلعب 4-5-4-1، وفاقد اول ياخد الكوره عنده سرعات كبيره جدا جدا، مارتينيز عندهم سرعات كبيره جدا، الجانب الاخر فيه بطء شديد في خط دفاع برشلونه. هنا بقى دوت المساحات الكبيره جدا اللي شفناها في خط ظهر بوسكيتس في نص الملعب، انت واحد زي دوت برده عامل السن عامل مهم جدا. بدري مع جافي خلاص انا تهت، يعني هو بيلعب يقول لي بدري خش في العمق، طبعا جافي بيبدا ان هو يكون محور ارتكاز. بوسكيتس امبارح يا كابتن هاني بعيد جدا مع التحولات السريعه لانزاج والفريق الانتر امبارح، كان المفروض ديونج يبدا بيه، يعني انت لاعب شاب، لاعب هو ده اللي بنتكلم عليه بقى في الكره الشموليه. والطفره حصلت على مستوى الهجوم لما نزل ديونج يمكن. صحيح. نزل في نص الشوط الثاني وحصل الربط اللي انت بتتكلم عليه، وبدا ظهور واحرزوا هدفين، ولكن على الجانب الاخر يعني هجمه مرتده هدف، يعني تيجي هدف سريع جدا في البارسا. فعلا انتر اضاع فرص كبيره للامانه امبارح، احنا كان الهدفين للبرشلونه او الثلاث اهداف في الاغلب او نقدر نقول من عرضيتين، وانت ما قدرتش كتشافي تلعب على الحته ديت. دايما يعني تبادل المراكز ما بين رافينيا وما بين ديمبلي، وده دايما كنا نقول عليه المشكله الكبيره، انت بتلعب بيه جناح يمين، رافينيا ده استفاد منه كجناح يمين، لاعب زي ما قلنا عنده الميزه ككرييتور او انسايدر، بيعرف ان هو يخترق ويشوط ويباصي على مستوى الاسيست ومستوى التهديف. لما بتلعب بيه ناحيه الشمال امبارح بدا بيه ناحيه اليمين، لان الماتش الماضي امام الانتر ما شفناش ولا فرصه من ناحيه الشمال. انزاجي كان ذكي جدا وفرض التفوق العددي، ان هو كان بيلعب دايما 5-4-1، امبارح لعب بسته ورا، يعني حاول ان هو يقفل علشان يعمل تفوق عددي تبقى 6-5، وعرف ان هو يقفل على مفاتيح برشلونه، قوه برشلونه في العرضيات واستغلها طبعا ليفا بيقول لا ادوني عرضيات انا موجود جوه البوكس هخلص. احرز هدفين طبعا، هدفين امبارح. يعني انا كنت
مستغرب جدا ليه فاتي طب انت في حلول كتيره. حتى الونسو امبارح على مستوى التقدم ناحيه الشمال وان هو يعمل عرضيات، اعتقد كان في بطء او كان في تحجيم بيحجمه في الملعب. تشافي ما زال يعاني. عايزين نقول هل هو مشروع محتاجين جمهور البارسا يصبر اكتر؟ بس خلي بالك الخروج سنتين ورا بعض من دور المجموعات في دوري الابطال صعب جدا على برشلونه. هل فقد الامل تماما برشلونه في الوصول لدور ال 16؟ من وجهه نظري ايوه، يعني احنا الامل ضعيف جدا جدا جدا. في حاله اي فوز طبعا للانتر او تعادل هيصعد بشكل كبير جدا مع البايرن. اعتقد فرص برشلونه هذا العام للمره الثانيه على التوالي يعني يكون في الدوري الاوروبي احباط كبير جدا لجمهور البارسا، رغم وجود عناصر قويه جدا. بنتكلم في يعني افضل هداف وقد يكون افضل لاعب في العالم في اخر 3 أو 4 أيام ليفا، انت جايب من افضل هدافين في العالم. بس بصراحه امبارح عمل اللي عليه وزياده. الراجل يعني في بعض الفرص ضيعها، لكن بس يعني ما يكونش موجود في الشامبيونز ليج. لا ده صعب جدا يعني بالنسبه لي بصراحه، يعني اكيد يعني كارثه. اعتقد ليفا الموضوع شاغل باله بشكل كبير جدا، بيقول انا يعني على شفا حفره، انا محتاج حتى على مستوى فريق كبير زي برشلونه. احنا كمان يعني هنخسر فريق بحجم برشلونه في الادوار الاقصائيه، لان دايما برشلونه مهما كان يعني الدروبات اللي بتحصل او الابتعاد عن البطولات، لكن يبقى برشلونه فريق كبير يعني. طيب نروح للمباراه الثانيه في هذه المجموعه، البايرن. البايرن فيكتوريا بيلزن طبعا كالعاده، بايرن كمان على مستوى وجه الشامبيونز ليج مختلف شويه عن طبعًا البوندس ليجا، وتصدر المجموعه بشكل كبير. رقم قياسي اقدر للبايرن 31-32 مباراه في دور مجموعات بلا هزيمه. يعني فريق ولكن عايزين نقف شويه. امبارح 4-0 الاول، والعوده طبعا لفيكتوريا بهدفين، يعني كان غريب شويه. ودايما عندهم الحته في المرتدات الجاب اللي بنشوفه في خط الدفاع عند البايرن، استقبل هدفين في اخر المباراه كابتن هاني، شويه خلت طعم المباراه يعني ليست بهي الطعم الافضل للفريق البافاري او الجمهور البافاري. 4-2 بايرن ميونخ دايما يعني معتدين عليه ان هو دايما بيتصدر المجموعه بتاعته في دور المجموعات بالعلامه الكامله. زي ما قلنا 31-32 مباراه بلا هزيمه في دور المجموعات. سبق ريال مدريد بيضرب ارقام قياسيه ايضا. بايرن ميونخ سيظل طبعا واحد من المرشحين بقوه للفوز بهذا اللقب. طيب تعالى نشوف ترتيب المجموعه ديت. طبعا متصدرها البايرن بشكل كبير، وطبعا يعني تأهل بشكل رسمي لدور ال 16. بايرن العلامه الكامله 12 نقطه، الانتر بسبع نقاط، برشلونه 4 نقاط، فيكتوريا بيلزن بدون نقاط. زي انت بتقول المباراه القادمه يعني برشلونه هيلاعب بايرن ميونخ وهيلاعب فيكتوريا بيلزن، الامور هتبقى صعبه لان كمان الانتر عنده فيكتوريا بيلزن مباراه مضمونه، ويكفي اعتقد يكفي الانتر يمكن نقطه واحده او فوز وحيد عشان يضمن المركز الثاني. انا عايز اقول ان البايرن لا يتهاون، يعني هو ضمن الصعود العلامه الكامله، هيلعب امام برشلونه خلاص. لا طبعا بالنسبه لي زيه زي فيكتوريا بيلزن، هيقوم بالادوار الكامله، وده هو الصعوبه والخطوره على فريق البارسا طبعا وجمهور البارسا. للاسف بايرن ميونخ لا يتهاون، هيلعب بمباراه قويه جدا، وهنا طبعا زي ما حضرتك قلت بيقلل فرص البارسا طبعا في الصعود. انتر اعتقد بكل ارتياحيه هيلعب مباراه قويه جدا امام فيكتوريا بيلزن، واعتقد هيحقق فوز كبير جدا، لان فلسفه انزاجي زي ما قلنا التنظيم الدفاعي اللو بلوك القوي جدا مع المرتدات السريعه جدا، ما اعتقدش ان اي فريق دلوقتي يقدر يقاومها. بيلعب بطريقه حديثه غريبه كابتن هاني، يعني الواحد بيقعد مستمتع خلاص. الكره الايطاليه العقم زي ما بيقولوا كده او التعقيد الكومبلكس بتاعت الدفاع دوت ما بقيناش نشوفه السنه دي بشكل يعني بيلعبوا بشكل مختلف، سواء نابولي او سواء الانتر. يعني ازاي يكون منظم دفاعيا ويعمل المرتده السريعه؟ عندنا توتنهام يعني بيلعب نفس الطريقه، كونتي الفكر الايطالي بيلعبوها بشكل مختلف. كنا دايما نشوف ان هي كره معقده دفاعيه ما فيش اهداف، الماتش طول الماتش دايما يعني عقم تهديفي. لا بيلعبوا السنه دي كره مختلفه تماما. صحيح. طيب من المجموعه الرابعه نروح لمباراه طبعا مارسيليا وسبورتنج لشبونه، وفوز مارسيليا 2-0.
كان مباراة مهمة للاثنين، لكن طبعا فوز مارسيليا كمان بيحطها في موقف جيد جدا للصعود لدور ال 16. شفت المباراة دي ازاي؟ مباراة ايضا قوية، وضعوا هما الاثنين نفسهم في تنافس جديد، رجعوا لنقطة الصفر، نقطة البداية. الاثنين اعتقد 2-6 نقاط في المركز الثاني، وخلاص قالوا ان احنا نفتح فرصة جديدة، نبدا من جديد في دور المجموعة ديت او دور المجموعات. واعتقد ان لشبونه بخبرتها بتواجدها الدائم المستديم في الشامبيونز ليج اعتقد هيكون لها باع اكبر. مجموعه صعبه جدا، متشابكه جدا، بعد الجوله الثالثه كل الارقام متقاربه، وبرشلونه وطبعا سبورتنج لشبونه ومارسيليا كمان كانت مباراه مهمه جدا جدا، وحطوا هما الاثنين نفسهم في سباق الوصول لدور ال 16. طيب المباراه الاخرى توتنهام كمان بيقدم مباراة جيدة جدا زي ما انت بتقول على مستوى التكتيك اللي بنتكلم عليه، ثنائية سون وهاري كين. يمكن انت كنت من اول الناس اللي يمكن شرحنا الثنائية ديت على المستوى التكتيكي. شفت كمان فوز توتنهام على فرانكفورت 3-2 ازاي؟ يا فوز قوي جدا، واللي عجبني طبعا هدف سون ان هو اتاخد من افضل الاهداف في الجولة ديت او افضل هدف في الجولة. عودة سن كده يعني حاجة كده يعني دايما بتفرحنا برضو يا كابتن هاني، يعني سن دايما وجوده مهم جدا لتوتنهام. هدفين امبارح، فوز مهم لتوتنهام بعد طبعا الخسارة الأخيرة شفناها امام الأرسنال في البريمير ليج، فأعتقد ده دفعة قوية جدا. توتنهام فريق طبعا شخصية كبيرة جدا، ولكن هو قريب شخصية، انت تتكلم شخصية لان اول جولتين كان في المركز الأخير في المجموعة دي، كانت مشكلة كبيرة جدا لكونتي. فالشخصية بتتكلم ان انت اول جولتين بتبقى في المركز الأخير، وبعدين في نهاية الجولة الرابعة بتبقى في المركز الأول. دي شخصية كمان، شخصية وخبرات كبيرة جدا بيقدمها كونتي. وطبعا توتنهام كمان على مستوى دوري الأبطال عنده خبرات كبيرة جدا. صحيح، يعني الشخصية وخبراته، هو أعاد نفسه تاني في الوضع الصحيح المناسب لتوتنهام. توتنهام فريق قوي جدا، واعتقد ايضا هينافس بشكل كبير جدا في دور ال 16، وهيظهر بشكل هيكون عنيد جدا للفرق الكبيره كابتن هاني. اكيد طبعا عوده سون هو المفتاح الفوز تاني والروح تاني لتوتنهام. طب عوده سون نشوف برضو ترتيب هذه المجموعه، المجموعه الرابعه، وطبعا كانت مجموعه متشابكه جدا في الجوله الثالثه، لكن توتنهام في المركز الاول 7 نقاط، مارسيليا في المركز الثاني 6، سبورتنج لشبونة في المركز الثالث 6 نقاط، فرانكفورت في المركز الرابع 4 نقاط. ما زالت هذه المجموعة متشابكة بشكل كبير جدا جدا. لسه عندنا حديث كمان عن باقي مجموعات دوري الأبطال، لأن زي ما بقول لحضراتكم يعني كانت جولة مهمة جدا جدا. هنروح لفاصل سريع ونرجع نشوف كمان باقي المجموعات من دوري الأبطال. اهلا بحضراتكم مره تانية، وقفنا عند المجموعه الخامسة لدوري الابطال. زي ما بقول لحضراتكم الجوله الرابعه كان فيها مفاجات كثيره جدا جدا، وبنتابعها مع ناقدنا الرياضي محمد البز. محمد، مباراه المجموعه الخامسة، المباراه الاولى ما بين تشيلسي والميلان، مباراه كانت على مستوى الفني مباراه جيده جدا، ولكن على مستوى النتيجه خاصه للميلان مخيبه للامال، وخاصه المباراه كانت بتلعب في سانسيرو في ايطاليا، وكان كل المتفائل بالميلان، ولكن تشيلسي بيحقق نتيجه كبيره 2-0 على الميلان في السانسيرو. هو برضه شخصيه تشيلسي، يعني شخصيه البطل. تشيلسي طبعا بطل من ابطال الشامبيونز ليج المتعارف عليه، الميلان هو ده المفاجاه لهذا العام للاسف. ميلان دايما كنا بنشوفه في الادوار المتقدمه بيوصل للنهايات، ومعتدين وجود ميلان بشكل كبير جدا، خاصه عوده الميلان العام الماضي، وكان في منافسه شرسه وقويه جدا على مستوى الشامبيونز ليج. كانت ماتش مباراه قويه جدا، فوز 2-0 لتشيلسي. تشيلسي بدا ان هو يرجع تاني تدريجيا طبعا مع المدرب الجديد بعد طبعا رحيل توخيل، اعتقد تدريجيا المنظومه هتبدا ان هي تكتمل، وهنشوف نتائج. و عايز اخد رايك في اوباما يانج طبعا متميز جدا، بيسجل تقريبا في كل مباراه مع تشيلسي سواء في البريمير ليج او في دوري الابطال. كان ليه دور مهم جدا جدا امبارح امام الميلان، ودور تهديفي وكمان اسيست بشكل كويس. شايف اوباما يانج، هل ده حل المشكله لبوتر المدير الفني الجديد في عمليه التسجيل وعمليه الفوز، الشكل العام للحاله الهجوميه لتشيلسي؟
صحيح، دفعة قوية جدا الذهب الذي لا يصدأ، يعني عودة أوباميانج كابتن هاني، عودة لطبعا ترجمة الفرص الكثيرة وترجمتها الأهداف مع رحيم ستيرلينج، لسه هو أيضا يعني ما دخلش بالشكل القوي اللي كنا متوقعينه مع تشيلسي طبعا، لكن أوباميانج مع بسرعة جدا دخل جوه المنظومة في كل مباراة، يا إما يهدف يا إما طبعا يصنع، هو تقريبا 4 أهداف حتى الآن كابتن هاني، عامل مباريات هو رحيم ستيرلينج حقيقه. كمان انتقال رحيم ستيرلينج من المان سيتي لتشيلسي كمان كان شيء ايجابي جدا جدا لتشيلسي على مستوى البريمير ليج، بيأدي مباريات رائعه في التسجيل وكمان الاسيست كمان على مستوى التشامبيونز ليج. شايف تشيلسي يعني قادم بقوه من خلال الاداء دوت على مستوى دوري الابطال، هيكون مفاجاه وصوله مثلا للمربع الذهبي بشكل او باخر، او لسه طبعا المباريات النوك اوت هتحكم بشكل كبير يعني؟ لا انا لا اعتقد ان هو ممكن يعني يواصل لدور الثمانية، يعني النوك اوت ده من المباريات هتكون قويه، لان تشيلسي كمنظومه الموضوع مش بس منظومه تكتيكيه، الموضوع اكبر من كده، بنتكلم على تغيير في الاداره، في على مستوى رئيس النادي وعلى مستوى الاونرز، لا هناك ايضا مشاكل كبيره جدا، لسه مدرب جديد، لسه اللعيبه ما بداوش ان هم يخشوا في التوليفه مع صحيح. بعض، لا هناك بعض المشاكل حتى على مستوى البريمير ليج، شايفين تشيلسي بعيد يعني وعنده بعض المشاكل على العكس من توتنهام اللي بيرجع تاني بقوه اسرع من تشيلسي طبعا. طيب على المباراة الثانية دينامو زاجرب طبعا أمام سالزبورغ والتعادل 1-1. هنا المفاجأة سالزبورغ، بالنسبة لي مش مفاجأة قوي، أنا عايز يعني نتكلم على سالزبورغ النهاردة كلام كتير جدا. فريق كابتن هاني يعني بنتكلم على مستوى صعيد النمسا، في سر كبير جدا ورا الفريق دوت. يعني السر الكبير بوجود سبونسر كبير جدا زي ريد بول، ممول بشكل كبير جدا، مالك للفريق زي ما احنا عارفين، ومالك للابتش حتى في المانيا، الفريق ده بيمتلك مدير رياضي سبورت دايركتور، هو ده سر التقدم والنتائج والتوهج اللي احنا شايفينه، واللي طبعا لريد بول سالزبورغ في الاخر او 4 أو 5 اعوام. المدير الرياضي دوت كريستوف فرويند، لازم نتكلم عليه. فرويند تشيلسي بيتعاقد معاه، يعني تشيلسي عايز يجيب السبورت دايركتور دوت، تشيلسي محتاجه، وحصل فيه تفاوض مع سالزبورغ مع الاداره في الفتره الاخيره، ولكن رفضت بشكل كبير جدا عدم انتقاله لتشيلسي وتمسكت بيه. عمل ايه المدير الرياضي ده في اخر 5 اعوام؟ يعني شفنا هالاند، شفنا حتى ساديو ماني، شفنا نابي كايتا، شفنا لعيبه كبيره جدا خرجت من سالزبورغ للدوريات الكبيره، للدوري الانجليزي وتوهجهم الكبير. العامل او السر الرئيسي هنا في هذا الرجل فرويند، لازم نبحث عنه ونشوف الدور بتاع السبورت دايركتور لما يتلعب بشكل صحيح في الاكتشافات، عينيه عليك سكاوتنج، بيعرف ان هو يساعد الاداره والفريق في استقطاب نجوم او استخراج او خروج نجوم كبيره جدا كاسماء كبيره على جدا على مستوى التسويق، على المستوى الفني اكيد بيستفيد بشكل كبير وباقل القيم الماليه. صحيح. يعني بيستقطب لعيبه ب 2 مليون يورو، ارقام قليله جدا على مستوى القيمه السوقيه والتسويقيه كابتن هاني، وبتبدا ان هي تتباع بشكل اكبر بكتير، ويبقى في مكاسب كبيره جدا، شغل بيزنس مع ريد بول، سبونسر قوي جدا، واعتقد سالزبورغ هيقدم مردود قوي هذا العام في الشامبيونز ليج، وهنشوفه ممكن في الدور الثمانيه. تعالى نشوف ترتيب المجموعة الخامسة. طبعا سالزبورغ مفاجأة المجموعة، ولكن بهذا الأداء أعتقد ممكن يعني يعمل بعض المفاجآت حتى لو وصوله لدور 16. تشيلسي في المركز الأول 7 نقاط، سالزبورغ 6 نقاط، دينامو زاجرب في المركز الثالث 4 نقاط، وميلان في المركز الأخير ب4 نقاط. طيب نروح سريعا للمجموعة الستة، ومباراة كانت مباراة جميلة. شختر كان فايز لغايه يعني الدقيقه 94، كان فايز 1-0، ولكن كعاده ريال مدريد في اللحظات البلس 90 بيحرز هدف التعادل. شفت تعادل ريال مدريد مع شختر 1-1 ازاي؟ شخصيه البطل، يعني قد تكون شختر هو عقده، اصبح عقده كده ريال مدريد، يعني دايما بيقدم مباراه قويه جدا بالاخص امام ريال مدريد. عوده شخصيه البطل، شخصيه الفريق الملكي طبعا في البلس 90، يعني دي 94، ان هو يعود روديجر طبعا، وشفنا الاصابه الكبيره جدا وطمنا عليه، ولكن
شخصية البطل زي ما قلنا هي من ساهمت وساعدت طبعا بعودة ريال مدريد. ريال مدريد بيمتلك عناصر قوية جدا، أعتقد هيكون أيضا منافس كبير جدا لهذا العام من المرشحين بقوة كابتن هاني لنشوفهم طبعا في يعني في المراكز المتقدمه. اعتقد قد كمان شختار كمان لو كان كسب المباراه كان يمكن ضمن بشكل كبير تقدمه للمركز الثاني، لكن يمكن لاحظنا حزن شديد جدا انت بتخسر مباراه في اخر دقائق، ولكن تبقى طبعا شخصيه انشيلوتي. انشيلوتي كمان طبعا يعني راجل مخضرم وعنده ثقافه الفوز حتى في الدقائق الاخيره. صحيح، ده اللي شفناه حتى في الاعوام الماضيه امام المان سيتي في النهائي. شفنا انت بتلعب قدام ريال مدريد لازم تكون يعني حريص جدا وحذر حتى صفاره الحكم. يعني ريال مدريد بيفكرنا حتى بالنادي الاهلي، عندنا شخصيه البطل لحد بلس 90 ولحد اخر ثانيه اخر نفس تتوقع ان هو ممكن يتعادل او يقلب الموازين المباراه ويحقق فوز كبير جدا مع انشيلوتي والكتيبه الرائعه دي. طيب المباراه الثانيه في نفس المجموعه سيلتيك مع لايبزيج، وخساره سيلتيك بثنائيه امام فريق الالماني لايبزيج متوقع جدا، يعني فده نتيجه منطقيه جدا. لايبزيج حتى في على مستوى البوندس ليجا فريق قوي، لايبزيج دايما متواجد كل عام في الشامبيونز ليج بيوصل حتى لدور الثمانيه، وشفناهم دايما مع طبعا بروسيا دورتموند. الفرق الالمانيه دايما بتنافس بشكل كبير جدا، خاصه في ثلاث اربع اسماء زي ما قلنا مع طبعا بايرن ميونخ، تلاقي دايما دورتموند، تلاقي دايما لايبزيج، دايما عندهم الخبره زي ما كنا بنتكلم على بورتو على الاشبونه، على الفرق اللي عندها الخبره في التعامل مع الشامبيونز ليج على العكس من الدوريات المحليه. طيب نشوف ترتيب المجموعات، ترتيب هذه المجموعه، المجموعه السادسه طبعا، وزي ما قلنا حضراتكم ضمن التاهل بشكل رسمي ريال مدريد عن هذه المجموعه في المركز الاول ب 10 نقاط، لايبزيج في المركز الثاني 6 نقاط، شختار طبعا في المركز الثالث 5 نقاط، وسيلتيك بنقطة وحيدة في المؤخرة. في شختر عنده لسه أمال يعني الوصول لدور 16 على حساب لايبزيج، ولا أنت شايف زي أنت بتقول لايبزيج عنده من القدرة والخبرة أن هو يحسم المركز الثاني؟ أنا شايف أن لايبزيج عنده من الخبرة أن هو دايما يعني بيواصل، ودايما بنشوف أدوار متقدمة في الشامبيونز ليج. لايبزيج هيكون ليه الأفضلية اعتقد على حساب شختر او سيلتيك طبعا. طيب كل تأكيد. المجموعه السابعه طبعا كوبنهاجن امام المان سيتي، والتعادل 0-0 نتيجه في حد ذاتها مفاجاه. صحيح، اعتقد كان المباراه الاولى كان في حفله اهداف خمس صحيح. اهداف مقابل لا شيء، وكل الناس كانت منتظره هالاند في المباراه، منتظره ان المان يعمل سكور كبير جدا في هذه المباراه، ولكن التعادل 0-0 بالنسبه لك انت شايفه ازاي؟ انا شفته يعني تعادل غريب، حسيت ان عدم تواجد هالاند زي ما قلنا بيفك الترابط ما بين زي ما قلنا يعني دي بروين مع فودن، حتى نزل فودن طبعا كتغيير. انا بتكلم على اللاعبين يا كابتن هاني، حسيت ان هم بيدوروا على هالاند في الملعب، ما فيش هالاند، ما فيش اهداف. كان غياب هالاند طبعا بالنسبه لنا على الدكه في البدايه كانت مفاجاه، وفي نفس الوقت بنقول اوكي احنا فاهمين ممكن بيريحوا لمباراه ليفربول يوم الاحد القادم. حتى طبعا زي ما حضرتك قلت كده بيب جوارديولا قال لا، انا اي لاعب بيتوقع طبعا ان هو يقعد دكه، انا حتى ما بتكلمش ولا اناقش اللاعبين مين هيبدا مين هيقعد، في خلاص في الثواني الاخيره تقريبا بيعلن التشكيله، عارف هو بيعمل ايه. يعني تدوير اللاعبين ده مهم جدا، ولكن هنا في علامه استفهام لبيب جوارديولا، هل لو غاب هالاند، لا قدر الله حصل اي اصابه او اي ظرف ما، ازاي هتقدر ان انت يعني ما اعتقدش الامور هتوصل لكده، لان طبعا اكيد هالاند بيفرق كتير جدا من النواحي التكتيكيه ومن النواحي التهديفيه، ولكن يبقى المان سيتي بنجوم الكبار قادر على التهديف. طيب دورتموند وشبيليو تعادل 1-1، الفرقتين في نفس المجموعه، المجموعه السادسه. دورتموند الشخصيه يعني زي ما قلنا دورتموند فريق قوي جدا، خاصه بعد التعادل القوي جدا في الكلاسيكو او الكلاسيكر الالماني امام البايرن ميونخ، وفي الدقائق والثواني الاخيره طبعا احرز التعادل، اداله دفعه كبيره جدا ان هو يواصل في الشامبيونز ليج بشكل رائع جدا. بروسيا دورتموند هو طبعا يعني المجموعه واضحه، يعني بروسيا دورتموند طبعا في دور 16 بشكل كبير جدا، يعني هو الاقوى، هو عنده ما يكفي من الخبرات اللي تمكنه كابتن هاني في ان هو يوصل لادوار متقدمه في الشامبيونز ليج. اشبيليا طبعا المباراه كمان الجوله اللي فاتت كان فيها خساره، ولابوتيجي طبعا تم اقالته. شايف اشبيليا رغم ان اشبيليا دايما بتبقى
الحصان الاسود في دوري الابطال بيبقى عندها دور كبير جدا جدا. هل التغيير او تغيير القياده الفنيه اثر على مستوى، هياخد وقت شويه تاني عشان يرجع؟ بكل تاكيد بكل تاكيد، واعتقد حتى بيشبه شويه تشيلسي، ما فارق طبعا بالكواليتي بتاع اللاعبين. يعني هو التغيير القياده الفنيه في مع بدايه الموسم يعني تغيير غريب ومفاجئ، بيكون ليه مردود صعب جدا على اللاعبين وعلى النتائج، وده شيء متوقع جدا يا كابتن هاني. الفرق بس في كواليتي اللاعبين، في لعيبه بتقدر ان هي تخش تاني في الاجواء، بتتكيف مع الفكر التكتيكي لاي مدرب، ولكن هنا مع شبيلية لكواليتي اللاعبين قد ياخذ بعض الوقت طبعا بكل تاكيد. طيب نشوف ترتيب هذه المجموعه. طبعا المجموعة حسمت بشكل كبير، لكن كمان أدوار دورتموند، يعني مانشستر سيتي طبعا حسم هذه المجموعة بشكل واضح، الفوز أو عدد النقاط 10، بروسيا دورتموند وفرصة كبيرة جدا لطبعا المركز الثاني، أو حسم يمكن بشكل كبير، إشبيليا في المركز الثالث بنقطتين، وكوبنهاجن في المركز الرابع بنقطتين. يعني خلينا نتكلم مفاجآت، بالنسبه لك المفاجآت في هذه الجوله كانت المفاجاه الكبيره بالنسبه لك ايه؟ بالنسبه لي طبعا اياكس امستردام، لو نتكلم على الجوله بشكل عام طبعا كانت مفاجاه بشكل كبير جدا، مع انه والله عمل يعني للامانه عمل مباراه قويه جدا يعني في المباراه الاخيره امام نابولي. بالنسبه لي طبعا اتلتيكو مدريد من المفاجات، ايضا في مفاجات كبيره جدا يعني على مستوى طبعا اشبيليه زي ما قلنا، على مستوى ميلان، الفرقه دي دايما كنا بنشوفها في ادوار متقدمه يعني ان هي تخرج من دور المجموعات. مش عايز اقول ان برشلونه طبعا من المفاجات طبعا يعني بالنسبه لنا، يعني هكون قاسي شويه على جمهور البارسا، ولكن ايضا مفاجاه يعني طبعا. انا كمان من المفاجات اللي يمكن كان بالنسبه لي كبيره جدا فريق اليوفنتوس. اليوفنتوس في المجموعه اللي فيها باريس سان جيرمان وبنفيكا، اليوفنتوس منهار بشكل كبير جدا، يمكن خسر تقريبا فرص وصوله لدور ال 16. باريس سان جيرمان لغايه دلوقتي متصدر، المركز الثاني بنفيكا، لكن علامه استفهام اليوفنتوس كمان. أليجري عليه انتقادات كثيره جدا جدا، والامور حتى على مستوى السيريا على مستوى دوري الابطال في مشكله كبيره في اليوفنتوس. صحيح، مشكله واضحه بشكل كبير جدا، اعتقد قد يحتاج الى تغيير الاداره الفنيه. أليجري بيعاني يعني خلاص، الكيمياء ما بقتش راكبه يعني، في مشاكل كبيره جدا، وده من ابرز المفاجات. يوفنتوس دايما بنشوفه في الادوار المتقدمه، حتى زي ما قلنا مع ميلان في النهائيات، مع في وجودهم بشكل كبير في الشامبيونز ليج، مفاجاه كبيره جدا. ولكن الترتيب شويه نقدر نقول منطقي لحد ما، لان بنفيكا دايما من الفرق اللي ليها باع وخبرات ايضا في الشامبيونز ليج، بس على مستوى يعني بنتكلم اللي ضمن الوصول، بنتكلم على الريال، بتتكلم على بايرن ميونخ، بتتكلم على مان سيتي، بتتكلم على كلوب نابولي وكلوب بروج. فلو انت رتبت دوت وقلت لغايه دلوقتي البي اتش جي بكل النجوم الموجودين فيه لسه دلوقتي ما اهلش، وعدد النقاط نفس عدد نقاط بنفيكا، دي بالنسبه لي علامه استفهام. هل ما يثار حوالين مبابي، رحيله، بقائه، مشاكله مع نيمار، بيأثر بشكل او باخر على اداء الفريق؟ خلاص على مستوى الليجا اعتقد الامور بتبقى محسومه، لكن على مستوى الشامبيونز ليج بيبقى لسه لغايه دلوقتي بي اس جي ما ظهرش بالمستوى اللائق بالنجوم الموجودين فيه على مستوى الدولي. حقيقه يعني ده حتى شفنا الكلام ده السنه اللي فاتت، كان في كلام كبير جدا حول امبابي ورحيل امبابي والمشاكل ما بينه وما بين المثلث الموجود سواء مع الاداره او مع اللاعبين حتى كابتن، ومع كل ذلك برضه بنشوف امبابي بيتوهج في الملعب. ما اعتقدش ان ده هيكون هو السبب الرئيسي، هو بنتكلم على منظومه كامله متكمله، مش واقفه بس على لاعب معين، مش على امبابي بس، لان امبابي لاعب بيصنع الفارق يعني في ظل الكلام الكثير والمشاكل الكثيره السنه اللي فاتت. لا، شفنا امبابي حتى امام ريال مدريد ودايما في الادوار المتقدمه، طبعا هو علامه استفهام كبيره جدا في ظل وجود نجوم. متوقع ان احنا انت جايب النجوم ديت علشان الشامبيونز ليج بالاخص، هي دي البطوله، هو ده الهدف الاسمى على مستوى طبعا الدوري الفرنسي، يعني بشكل كبير بيحسم اللقب. صحيح. يعني انت للاسف وجوده فرص ضعيفه جدا، فرص هو خلاص اعتقد هو يعني قريب جدا لحسم الامور للوصول لدور 16 للبي اس جي، وده شيء طبعا يتوقف على المباريات اللي جايه، ولكن هو اتحسن بشكل كبير مع بنفيكا. صحيح صحيح. دي كانت يمكن فقراتنا، ولسه عندنا فقره مهمه جدا جدا برضو مع محمد الباز، بنتكلم على الارسنال.
الأرسنال، ما سر تألق الأرسنال في البريمير ليج، متصدر البريمير ليج، في حين كان الموسم الماضي كان يمكن أرتيتا كان قريب جدا من الإقالة على المستوى الفني، ولكن أرسنال بيقدم مستويات رائعة ومتصدر البريمير ليج لغاية دلوقتي. ليه؟ هنعرف إجابة هذا السؤال بعد الفاصل مع محمد الباز. أهلا بحضراتكم في آخر فقراتنا النهاردة في المحترف، كالعادة يوم الخميس فقرة التكتيك النواحي الفنية مع محمد الباز، والنهاردة يمكن هيجاوب على سؤال الناس كلها بتتكلم على الأرسنال، الشكل الرائع اللي بيظهر بيه فريق الأرسنال مع بداية موسم البريمير ليج مقارنة بالسنة اللي فاتت، وبداية سيئة، ويمكن كان أرتيتا كان مهدد بالرحيل عن هذا الفريق، لكن سرعان ما ظهر وجه آخر، الكرة الجميلة، التكتيك الرائع، صدارة البريمير ليج متفوقا على السيتي وعلى ليفربول وعلى توتنهام وعلى تشيلسي، كلها أسئلة يعني محمد الباز محضر لنا ليه ظهر أرسنال بهذا الأداء الرائع. محمد برحب بيك مرة تانية، وزي ما بنقول الأرسنال بالنسبة لي كان مفاجأة البريمير ليج لغاية دلوقتي بعد صحيح. الأسبوع العاشر بيتصدر البريمير ليج، ولكن مستحق على المستوى طبعا. الفني، على المستوى التكتيكي، أرتيتا بيقدم كرة جميلة جدا جدا، بيقدم تشكيل يعني عنده البالانس ما بين النواحي الهجومية والدفاعية، محضر لنا النهاردة أرتيتا يعني بادئ بداية قوية جدا، فلسفة كبيرة جدا. عايز أقول إن هو الفترة الكبيرة الطويلة جدا اللي اشتغل مع بيب جوارديولا كمساعد ليه فادته على المستوى الشخصي، على المستوى المهني، على المستوى الفني، ساعدته إن هو إزاي يطبق نفس الفلسفة، يبقى مقتنع بأفكاره. أهم ما يميز أرتيتا هذا العام أو من نهايات مباريات أو الجولات الأخيرة في الموسم الماضي والانطلاقة الكبيرة جدا بعد ما كان بيعاني في بداية الموسم الماضي، زي ما حضرتك قلت وكان في كلام أنه هو هيرحل، لكن تكتيكيا إزاي أنه هو يقدر يعمل التوليفة اللي احنا شايفينها النهاردة، عناصر صغيرة في السن 21 سنة و 22 سنة، ويعني لعيبة مهارية جدا تمتلك كواليتي أكثر من رائع، أهمهم هنا نص الملعب، إزاي أنه هو يلعب بنص الملعب مع أجنحة خطيرة جدا بوجود ساكا، بوجود مارتينيلي في جناح الشمال، استقطاب جيسوس طبعا من المان سيتي، صفقة أكثر من رائعة، عرف هو الـ 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 القطع الناقصة الميسنج بيس فين بالظبط بترجمة الأهداف، يعني جيسوس هو هداف الفريق حتى الآن، يعني بنشوف مساهمات كبيرة جدا لجيسوس على مستوى البريمير ليج وحتى في البطولات الأخرى. هنا طبعا بارتي خلينا اتكلمت على جزئية وسط الملعب، دايما الناس بتتكلم عايز تسيطر على المباراة، وسط الملعب هو الجزء اللي بيوصل أو الحلقة الوصل ما بين الحالة الدفاعية والهجومية، فأنت بتتكلم على ثلاثي وسط الملعب في رأيي الشخصي مختلف المهام، يعني في واحد ديفندر بشكل أكثر صحيح. من رائع، في واحد على مستوى الهجومي بيلعب ثمانية بشكل أكثر من رائع، شاكا بنتكلم على أوديجارد كمان موهبة رائعة جدا، صغير في السن ولكن عنده القدرة الدفاعية والقدرة الهجومية بشكل مميز. التشكيلة اللي انت يعني اللي انت بتتكلم الأرسنال شغال بيها، اشرح لنا قوة القوة الهجومية وقوة خط النص بالنسبة والربط مع الخط الأمامي. هو ده المفتاح السري عند أرتيتا، هو نص الملعب وازاي الديناميكيه اللي بتحصل ما بينهم مع ساكا طبعا او مارتينيلي في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، اللي بيحصل دايما الديناميكيه ما بين تشاكا ما بين اوديجارد او طبعا بارتي، ازاي لما ساكا بيخش دايما في الاطراف بيفتح الاطراف، ازاي طبعا بارتي بيغطيه، ازاي تشاكا بيخش مكانه يا كابتن هاني، هم دايما بيعملوا كده البريسنج الهاي بريسنج اللي بيعملوه بشكل كبير جدا. مارتينيلي اللاعب العظيم زي ما قلنا ده دلوقتي خلاص هو ده الكواليتي بقى، هو ده الاستثمار في الموهبه، ان ازاي اتطور وطور نفسه وازاي ان هو دخل في توليفه ارتيتا والمنظومه بتاعت ارتيتا. لما تمتلك لاعب زي مارتينيلي سريع مهاري بيصنع الفوضى في دفاعات الخصم بالتغطيه العكسيه تحته، دايما تلاقي تشاكا دايما بيغطيه طبعا، دايما اوديجارد دايما بتلاقيه على خط ال 18، اوديجارد دايما هو اللي بيقرب من مارتينيلي، او دايما بيلعبوا دايما الدبل باص، دايما بيساعد مارتينيلي في السكاننج. عنده قدره تهديفيه كمان اوديجارد، يمكن تسديد من خارج. يوجن كلوب كان اتكلم على هذا اللاعب وقال كان نفسه يبقى موجود في ليفربول، يمكن هو كان عينه عليه شويه، ولكن بيتكلم على ادواره اللي بيقدمها مع ارسنال، ادوار رائعه جدا على المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي، وكمان خلينا كمان على بيتكلم على
توماس بارتي. توماس بارتي طبعا لعيب يعني لعيب سته، تيبيكال سته، تغطيه عكسيه، عندك بيقطع الكره بشكل مميز صحيح، وكمان في نفس الوقت بصير يعني ما بيغلطش كتير في نص الملعب يعني. صحيح، والتغطيه طبعا، استخلاص الكوره طبعا، البلوك اللي بيعمله دايما دايما، الاكثر ما يميز خط نص الملعب زي ما قلنا التكافؤ ما بينهم، ودايما فاهمين بعض يا كابتن هاني، دايما ما بينهم كده يعني بيرنج كده. توماس بارتي يتقدم او اوديجارد يتقدم، تلاقي بيغطيهم تحتهم تشاكا كمحور ارتكاز، الاثنين بيلعبوا بمحور ارتكاز كسته، تلاقي قلب 8 اوديجارد طلع قدام بيقلب كصانع العاب بيلعب 10 فوقات، فعلا ادوار مركبه للثلاثه الثلاثي نص الملعب، هو ده سر الفوز مع وجود واحد زي جيسوس. طبعا جيسوس في لاعب مهاري زي ما قلنا، بيلعب انسايدر، بيلعب راس حربه صريح، بيلعب راس حربه كوهمي او زي ما قلنا هالب ناين، بيلعب وينجر، بيخش طبعا هو مارتينيلي في تبادل الادوار ما بينهم، ساكا دايما بتخش طبعا الجناح الانجليزي القوي جدا، شفنا العام الماضي هو كان هداف الارسنال ب 11 هدف، هذا العام بيساهم ايضا مع التبادل مع جيسوس في الادوار. لا كابتن هاني، هو ده السر زي ما قلنا، عنده طبعا حارس مرمى لسه هقول لك رامز دال طبعا رامز دال ده كمان بيقدم موسم رائع، حارس مرمى من مستوى رفيع يعني. صحيح، يعني رامستل دايما موجود في المباريات الثقيله، المباريات الكبيره بتكون مطمئن ان في حارس مرمى، مش بس بنص الفريق ده، بالفريق كله. اهم هنا انا يعني فرحان جدا بالتشكيله والتوليفه اللي عاملها ارتيتا. تعالى انا وانت يعني محضر لنا كذا لقطه كده على المستوى التكتيكي والمستوى الفني، ازاي الكثافه العدديه بتتم في الارسنال. محضر لنا اول حاجه البريسنج، عمليه الضغط. صحيح، يعني اهم ما يميز الارسنال الطريقه التكتيكيه اللي بيلعب بيها هي عمليه الضغط، عمليه الضغط العالي. الضغط العالي دايما، ده كانت مباراه امام ليفربول اللي فازوا على ليفربول 3-2، عايزين نشوف دايما الادوار اللي كنا بنحكيها لما كنا عارضين التشكيله. ساكا على طول دايما بيضغط على المدافع، تلاقيه دايما بيقفل. لو بصينا كابتن هاني هنا تلاقي اوديجر وتلاقي مارتينيلي قريبين دايما من بعض. هي الفكره كمان ان لما بيكون الكره ناحيه الشمال اوديجر بيلعب ليفت وينجر، صحيح اوديجر بيخش بيكون في مسانده معاه ويبدا الضغط يمكن بثلاثي ساكا واوديجر ومارتينيلي. صحيح، هنا اي حد يعني في لاعب وايت ده الباك اليمين دايما بوايت بتلاقيه قريب من ساكا، يعني ساكا هنا يضغط، معروف ان اي فريق الخصم هتلاقي واحد بينزل في النص عشان يعمل التفوق العددي او يفتح المساحات. يعني هنا الصوره دي بتبين لنا كابتن هاني المثلث اللي ما بين دايما ساكا، ما بين اوديجر، ما بين مارتينيلي، تحتهم بيغطيهم دايما وايت، وبيخش طبعا تشاكا، بيخش دايما زي ما شفنا توماس بارتي في نص الملعب، حتى كان محمد النني يعني قبل الاصابه بنفس الدور. هنا الضغط العالي ان هو يضغط وما يمكنش الخصم ان هو يعمل بناء للهجمه، فبيقتل البيلد اب عند المهاجم، عند الفريق الخصم او الدفاع اللي هو بيبدا البيلد اب من ورا، ودايما بيتم الاخطاء دي. اول واهم ما يميز هذه التوليفه من الناحيه التكتيكيه. الجزء اللي انت بتتكلم فيه الضغط العالي هو ليه مميزات كثيره جدا. الضغط العالي اولا بتكسر رتم الفرقه انها ما بتبنيش من تحت. الجزء الثاني لو قدرت تستحوذ على الكره بالضغط العالي انت قطعت مسافه كبيره جدا على انك تعمل هجمه على الفريق الاخر، لانك بتقطع الكره في نص الملعب او في نصف ملعب الخصم، وبالتالي بتبقى قريب كمان من يعني خلق هجمه واعده يعني بشكل او باخر يعني. صحيح، وده هذا هو ما يميز او ابرز ما يميز طبعا الطريقه التكتيكيه والفكر التكتيكي لارتيتا بالعناصر دي. هنشوف بقى بعض الامثله ازاي هم في المرتدات، في السرعه، في التحولات يا كابتن هاني، بيلعب بشكل كبير جدا. عايزين نتكلم النهارده على مارتينيلي وعلى ساك، زي ما قلنا الاثنين الاطراف او الاجنحه ازاي بيفتحوا الاطراف، بيفتحوا الملعب بشكل كبير جدا، وبيدعمهم اوديجارد ده عنصر لازم نركز معاه، مهم جدا، هو ده اللي بيساعد الفكر التكتيكي. زي ما قلنا اوديجارد دايما هتلاقيه هنا، الهجمه دي من فوق شويه، عايزين نشوف مارتينيلي كان بيجري فين، عايزين نشوف الكره يعني لو نبدا نحرك ونشوف اصلا اللعبه بدات من ساكا ازاي وهنا في داخل العمق. يعني احنا دي طبعا تكمله الهدف، خلينا نكمل ونشوف بدايه الهجمه.
من هنا البداية بتاعت الهجمة ده كابتن هاني بدأت من ساكا زي ما قلنا، كانت مرتدة سريعة جدا زي ما قلنا، هتلاقي أوديجارد، هتلاقي مارتينيلي، هتلاقي جيسوس، الثلاثة بيفتحوا بخط عرضي. ازاي ساكا بسرعته بيفتح الملعب وبيبدا ان هو يعمل سكاننج ويقرب منه مارتينيلي. دايما هتلاقي المثلث بيقربوا من بعض، هتلاقي اما مارتينيلي دخل قرب لساكا هنا عشان يستلم منه، هتلاقي طبعا اوديجارد دايما بيستلم، مارتينيلي هو اللي بيفتح. وهو من الواضح جدا ان اوديجارد طبعا هو يعني البلاي ميكر في الجزئيه ديت، هو اللي بيشتغل من المساحات بيبدا يستلم، وانطلاقه طبعا مارتينيلي من الجزء الاخر، وكمان شايفين كمان تشاكا مكمل يعني صحيح. اوديجر او مارتينيلي بيكمل وكمان تحتيه بيكون موجود تشاكا، وفي لحظات بيبقى في كثافه عدديه بشكل كبير. صحيح، الكيمياء ما بين مارتينيلي وما بين اوديجارد هو ده اللي عملت الفارق الكبير جدا لتوليفه او منظومه ارتيتا. دايما تلاقي مارتينيلي دخل في العمق بصال الكره بيضربوا اي خط دفاع بشكل سلس. صحيح. جدا يا كابتن هاني، خلاص مارتينيلي لاعب بيصنع الفوضى بسرعته بالسكاننج اللي بيعمله. دي لقطه ثانيه من نفس المباراه، ده المرتده. شوف حتى على مستوى الدفاع العدد كبير جدا، منظم جدا، بيقف ورا بيعرف يعمل المرتده، بيقطع الكوره، بيعملوا المرتده بشكل سريع جدا، واعتمادا طبعا على الاطراف اللي بيطيروا زي ما قلنا ساكا ومارتينيلي. اللقطه الثانيه اللي هو الترانزيشن اللي حصل من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، سرعات مارتينيلي موجوده بشكل كبير جدا، فاول ما بتتقطع الكوره مارتينيلي بيفتح بيستلم الكوره مع تقدم جيسوس وساكا، وتحتيهم كمان بيكمل اوديجارد وشاكا. بالظبط، هي ديت دايما متكرره، دايما بنشوفها في كل الاهداف في كل المباريات، هتلاقي دايما كده في اي تحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، هتلاقي الاربعه بيلعبوها مع بعض بشكل كويس جدا، وتحتهم يا كابتن هاني زي ما قلنا لإما وايت. وده الموقف اللي اتكلمنا عليه، موقف خلاص 3-3، تاني موجود نفس العناصر مارتينيلي جيسوس وساكا وتحتيهم اوديجارد. دي كان اعتقد دي كان اتسجل منها هدف، اعتقد الهجمه المرتده دي اتسجل منها هدف، فخلق الفرصه بالكاونتر اتاك ازاي تبقى عندك كمان زياده عدديه باربعه على ثلاثه وقدام فريق كبير زي ليفربول يعني. صحيح، التفوق العددي مع التحول هو ده الجديد، هو ده اللي بيلعبه ارتيتا مع العناصر ديت بشكل رائع جدا. مارتينيلي طبعا بالمهاره العاليه جدا استطاع ان هو طبعا بالفنت ان هو يعني يكسر الريتم هنا ويخلص من اثنين لاعبين، وطبعا هتلاقي دايما على طول هنا رافع هنا في ثلاثه، طبعا خلاص هنا بالمهار انت ليه اكون يعني عثمان ديمبلي على عكس المثال في دريبلينج عالي جدا بيتاخر شويه، على عكس مارتينيلي، مارتينيلي عنده القرار سريع جدا بيرقص علشان هو ده الهدف من الدريبلينج، ان انت تخلق التفوق العددي 3-1. هنا في ساكا في اكتر من لاعب بيرفعوا ايديهم وعمل العرضيه فعلا، وطبعا كان هدف، شوف مساحه كبيره جدا واقف بكل ارتياحيه ساكا واحرز الهدف للارسنال. الديناميكيه ديت وجود لاعب مهاري زي مارتينيلي، لاعب يعني بيلعب كل الادوار المركبه كصانع العاب زي اوديجارد من على خط ال 18 سواء كان في التغطيه او حتى في التكمله. السرعات كمان يا محمد اللي بتتكلم، كل الناس اللي بتشتغل قدام عندها سرعات، ساكا عنده سرعات، حتى جيسوس عنده سرعات، مارتينيلي عنده سرعات، الناس اللي جايه من تحت، وده مهم جدا. بتكلم على اوديجارد لعيب كويس، وبالتالي خلق المساحات. ده موقف لو عدينا 2 4 6 7 لعيبه من ليفربول على 4 من الارسنال، ولكن خلق المساحات، ازاي تفضي المساحه لزميلك، ده طبعا بيحققها بشكل اكتر من رائع. هو ده السر اللي زي ما قلنا ارتيتا، السرعه في الارتداد، المهاره الكبيره. هو دي نفس الشكل يعني، ده هدف اخر بتبدا يعني الهجمه. شوف يعني التمركزات للاعبين بارتي، خلينا نتكلم بارتي، وبيلعب دور مهم جدا، دور محوري في وسط الملعب بجنب وايت طبعا. وانت بتتكلم ليفربول واقف بشكل كويس يعني، واقف مساحات قريبه لكن خلف الخطوط، يعني دايما بنقول ان اللاعب بيستلم خلف الخطوط، بارتي بيستلم ما بين الخط الوسط وخط الهجوم، وبالتالي بيخلق مساحه لنفسه. صحيح، يعني لو رجعنا للصوره ديت يعني نبدا نشوف ازاي بقى نوقف اللاعبين في الهاف سبيس زي ما حضرتك قلت. هنا هنقف هنلاقي هنا بارتي هنا واقف في الهاف سبيس لوحده منفرد تماما، لو بصينا هنا هتلاقي دايما جيسوس واقف لوحده، هتلاقي مارتينيلي واقف لوحده، اوديجارد واقف لوحده. ما هي دي الفكره بتاعت ازاي تفضي مساحه وازاي تلعب ما بين الخطوط، عشان برضه الناس تفهم اللعبه ما بين الخطوط، ان اللعيب ما بيسلمش نفسه للمدافع وفي نفس الوقت بيصعب الامور عليه. وجود ما بين الخطوط ده شيء
بيعملوه بشكل اكتر من رائع. صحيح، هنا اللعبه اتلعبت بشكل سريع جدا، طبعا ساكا في ناحيه ده اتعودنا خلاص نشوف نفس طبيعي. المشهد ساكا بيفتح في الاطراف ويبدا ان هو يخش لجوه، في ان هو يبدا بقى كابتناني هنشوف دايما خلاص يعني بقت كوبي بيست، هتشوف اوديجارد ازاي بيتحرك، ازاي وايت تحت بيغطيه من ناحيه اليمين، هتلاقي تشوف دايما وايت بيقرب لاما في التغطيه العكسيه في حاله طبعا الارتداد او عدم حيازه الكوره، في حاله حيازه الكوره هتلاقي دايما وايت بيقرب، ولكن وايت مش هو الهدف هنا، مش هو الهدف ان هو النوع اللي هيستلم، يعني عايزين نشوف. ممكن كمان خلي بالك هو ممكن يساعد، يعني هو ده الثنائيه اللي بنتكلم عليها، بنتكلم طرف هو وايت استلم هنا وعمل الباس لبارتي، ده الهدف طبعا، هدف عالمي جدا وقرار اكثر من رائع. بنقول ان وايد دايما كابتن هاني بيقرب ليه اكثر من هدف من 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 فكر، لما هو يستلمه فعلا ويبقى يعني ترحيله او مرحله ان هو يبدا ان هو يباصي، سواء كان بارتي جاي من الخلف او حتى كان اوديجارد دايما بيلاقيه في الحته ديت وهو بيلعب الدبل باس مع مارتينيلي، او يفتح صحيح. ناحيه شمال والتحول من ناحيه اليمين للشمال بسرعه جدا، لما ساكا يخش في العمق. المشهد اللي احنا شايفينه ادى المساحه لبارتي ان هو ياخد القرار. لقطة تانية كمان في دور بارتي طبعا كمان في عملية بناء الهجمة، زي ما انت يعني كمان بتكلم على ما بين الخطوط تاني. صحيح، يعني تشاكا هنا دخل ما بين الخطوط، جيسوس في موقعه الطبيعي، اوديجار كمان بيزيد، وانت بتتكلم على الثلاثي بارتي رقم 5 اللي معاه الكورة، والاثنين اللي جنبه مش اثنين سنيده، لا ده اثنين بيلعبوا 8. صحيح، يعني اوديجار خلاص دخل كانه راس حربة تاني، تشاكا مكمل في الجزء الهجومي. يعني بالظبط دايما المشهد ده شفناه يا كابتن هاني، ازاي ان انا اقف في الهاف سبيسز، ان انا استلم، ازاي اعمل التمويه وبالفنت من بدون كوره، السكاننج دايما شفنا كمل الكوره خلاص استلمها ساكا، هو لعبه بقت محفوظه. بس ازاي نترجمها في وسط او في الملعب بالثلاثي الامامي ده، سواء كان تشاكا او جيسوس طبعا او اوديجارد، خلاص ده بقينا حافظين المشهد دوت. اقصى الشمال هتلاقي مارتينيلي مختفي، لاعب كده بيبقى يعني موجود ان هو يخلق الفوضى، وهتجيله الكوره بشكل رائع جدا. هنشوف تساكا دايما بيخش بقى في العمق، يمتلك المهاره دريبلينج ان هو يقدر ان هو يرقص ويخش في العمق ويعمل العرضيه، ده شفنا ده طبعا كانت هدف. يعني خلينا عينينا على جيسوس هنا، الثلاثه هنا في تفوق عددي من الناحيه الدفاعيه لليفربول، يعني 4-3 وبرده الثلاثه واقفين، وده المشكله اللي احنا عرضناها قبل كده لليفربول. يعني ممكن تكون عندك زياده عددية بس انت مش شايف الخصم بشكل او باخر، هنا بيعتمد على ساكا ومهاراته الفرديه في التخلص من الخصم، وبيعمل كره عرضيه بترتدي من الجون من حارس مرمى طبعا وكملها عليها جيسوس. عندك ايه تاني؟ هدف مارتينيلي. احنا عايزين نتكلم النهارده بشكل منفصل على مارتينيلي. كلمني على مارتينيلي، لان وانا بكلمك قبل الفاصل لعيب مميز جدا، نشوف يمكن محضر له انت جزئين، احنا وقتنا ضيق شويه بس نتكلم يعني على مارتينيلي. هو سريعا احنا شفنا الهدف امام ليفربول، وازاي ان هو بيدخل في العمق ويرقص ويعمل القرار بسرعه جدا ان هو يخلق التفوق العددي، هو بيعملها زي ما الكتاب بيقول يا كابتن. نفس الكلام شفناه هنا في اكثر من مثال، يعني هنعرض مثال واحد سريعا، ازاي مارتينيلي بيعدي من واحد واثنين، لاعب بيعرف امتى يرقص، امتى يقف على الكوره، امتى يلعب الارتداد السريع جدا ويخلق طبعا التفوق العددي والباسنج الصحيح اون تايم للاعبين. المشهد تكرر كتير جدا، هنا مارتينيلي بيخش دايما من ناحيه الشمال يرقص واحد واثنين، دايما هتلاقي يا اما جيسوس خلاص بقى فاضي تماما او ساكا فاضي تماما، وده الدور المحوري او الدور التكتيكي الكبير جدا اللي بيلعبه مارتينيلي. في سريعا في حاجه اسمها يعني زي ما شفنا الاكس جي، في الاكس تي، اكس جي الاكسبكتد جولز الاهداف المتوقعه، في الاكس تي الاكسبكتد ثريت التهديد، يعني هو دايما التهديدات المتوقعه عنده عاليه جدا، وده هنشوفه فيه الهيت ماب بتاعته طبعا تواجده فيه. هو طبعا بيلعب ليفت وينج، فبالتالي يعني تحركاته كبيره جدا جدا في الملعب، ولكن وجوده في منطقه الخطر جوه ال 18 عشان يعمل الاسيست كمان. صحيح. وجوده على الطرف الشمال بكثافه اللي هو الاحمر الغامق ده بكثافه. صحيح. فده شيء مهم. قبل ما ننهي معاك محمد، مارتينيلي عنده فرصه يلعب في كاس العالم في وجود فينيسيوس رافينيا، ولا يعني تعتقد عدد كبير جدا من النجوم بيحرموا من اللعب للبرازيل في كاس العالم؟ هو وجوده طبعا هيكون دفعه قويه جدا للبرازيل في كاس العالم، واعتقد وجوده مهم جدا يعني زي ما حضرتك كنت بتقول كده، طرق اللعب ممكن استخدمه في وقت معين، ممكن في تدوير اللاعبين في ورقه رابحه. طبعا وجوده مع على فينيسيوس شويه هيشكل صعوبه، ولكن اعتقد ان مارتينيلي لاعب مهاري عظيم جدا، هيكون له دور وشان كبير جدا.
محمد في النهاية طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، بتنورنا وبتسعدنا دايما بآرائك الفنية، ويعني دايما متواجد معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا لحضرتك كابتن هاني، تحياتي لك دايما، سعيد بوجودي معاك. شكرا جزيلا، الشكر واصل لحضراتكم. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من المحترف، إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الاثنين يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف.